عليكم بخير صحة الأمور كلشي وهذاك. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وما عندكم حتى شي خير. المهم خوتي تلقيتوني يلاه دابا غاديين انا وسعيد انا وخويا حيت خويا غيمشي بات معايا في الدار. قولوا بالسلام. سلام سلام غيمشي بات معايا حتى خويا كيدي معاه مختو المساند الرسمي ديالو ديالي قال لك انا ما كيصلحولوش ديالو مختو. المهم ودابا لقيتونا غاديين كنقلبوا انا وياه على الحليب لالينا لحقاش خاصها الحليب والو كلشي ساد حيت خرجنا في الليل عرفتو عاد راه حنا غاديين دابا للناس حيت قبيله صاوبت الباب تهرست الباب وداكشي. المهم صاوبتها قديتها جبت النجار ايوا ولكن واخا هكاك ما دابا خصني لقينا هاد الحانوت هو خويا خرج البنات باش غادي نجيب الحليب. المهم هو خرج داخل دوك نقلبو عرفتو حتى واحد ما كاين في الزنقه حق الله. انا ما حيت قلب لكم الكاميرا انا ما حيت تعشيت في دارنا ويلي ما كنبانش كاع. صباح النور إلينا ديالي كبيدة. صباح النور عليكم الغزالات كصبحتوا بخير الامور الاحوال. انا باقا ما غسلت لا وجهي لا والو. خويا سعيد مسكين ناض قبيله كيف ما شفتوا معايا سعيد بات معايا دابا غنوض نغسل وجهي ونلبس الالينا صباطها حيت البرد الارض بارده 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 واخا تبان لكم واحد شويه ديال الشمس ولكن راه الارض العذاب راه البرد ديال بصح. يلا خليكم معايا ياي اخت نوضي نوضي نمشيو عند بابا يا اش مسلك غير هادي حيت سخونة هادا عرفتو البنات كتحمقني حيت سخونة ديال بصح. شوف شوف اش اش دابا بيجامة لا تا بيجامة البقية في الشرق والجديد في الشرق دغيا دغيا صافي ديري غير غلاي انا غنجي ندير كلشي جبت لي طالبين جبتهم كاملين اربعه جبتهم هادو اختي انتم 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 اختي انتم 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 ماشي طاب غلا غلا وكلا ولادو. المهم دابا غادي ندير واحد ندير الفطور عرفتو شنو كنت هذا في تيك توك وتشهيت واحد الاكله شفت واحد البنت كديرها كدير مطيشه كتفطر بها بواحد الطريقه فنه. المهم دابا غندير ندوز نطيب بعدا اتي هو الاول وعاد ديك الساعه ندير هادي ما اتي عاد شريناه ما درتوش في بواطو إيه لا تخليك دير شي حاجه في البواطه إيه لا تخليك إيه لا تخليك ديري حتى حاجه في حياتك عرفتو راه ما يمكنش راه شحال كتغوتها كتسمعني كنهضر كنقول او ما عرفتش علاش نحاول ندير اتاي دابا وانتوما معايا خليكم معايا نطيب اتاي ولا معاكم احس خوص 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 خوص
المطيشه بغيت ندير لها ديك الطريقه كتقطع بحال هكا، وانا نلقى بقات لي غير مطيشه وحيده هي اللي بقات، انا قطعتها والله ما عاد وحده لقيتها بقات، ماشي مشكل، المهم كاينه غير انا وسعيد، معليش ها نتوما غادي نديروا لها شويه نتاع لي بزار والسكينجبير غير شويه، اش كتجي بنينه كتجي ما كنقولوا لها هذيك اللي كيقولوا لها الحاجه كيقولوا لها معسله معسله كتجي معسله مطيشه، شويه ديال المليحه كيف ما كتشوفوا غير شويه ها نتوما، صراحه ملي كتكون مطيشه بزاف دابا غادي تجي بنينه وما غاديش شكينه هادي، صافي غادي نخليها هكا كتقلى من بعد نرجع لها. كتشوفوا هي بدات كت تعسل، انا زدت الثومه، الثومه اختياريه، بغيتو تزيدوها زيدوها، بغيتو تزيدوها ما تزيدوهاش، الثومه بصراحه كتبنن كلشي كتجي بنين، وغادي نزيد عليها تا البيض، نورمالمون ما خصنيش نزيد عليها البيض ولكن دابا حيت قليله غنزيد عليها البيض، نورمالمون ندير واحد جوج مطيشات ولا ثلاثه ونخليهم هكا كيتحطوا كيتكالوا هكا، ولكن انا دابا غادي نزيد عليها البيض معليش. كنبقاو كنقلبوا فيها البنات كنقلبوا فيها حتى كتبدا تعسل بحال هكا ها نتوما، نورمالمون دابا راه شفتوا كيفاش دارت طابت ها نتوما طابت ديال بصح، صافي دابا غنلوحوا عليها البيض. البنات درت ثلاثه البيضات تقريبا، المهم هكا غادي نحاولوا نحيدوا هذا الصفر حتى هو يطيب، كيعجبني يبقى البيض خضر، انا ما عنديش ما كيعجبني الصفر يبقى شويه شاد يعني ما تشادش طياب بزاف، ولكن الابيض ما كيعجبنيش الابيض يبقى خضر، كيعجبني البيض يكون طايب مزيان ها نتوما الغزالات، صافي وبالصحه والراحه اكله طيبه طيب، ونرجع معكم غادي ندير شويه دلويزه في اتاي بعدا ديري بحال هكا بحال اش ندير، برافو سعيده هو دار لنا الحل طرطق كيطرطقش ثاني كيكون كيطيب الطاجين. يومين والباه انا والبارح من نهار اللي كنت درت داك اللايف كنت صبنتهم، عرفتوا كيفاش راهم دابا ناري، قلت حيت نشفتهم ودرتهم حطيتهم في هذا غير المخاد ولا داكشي، دابا غادي نشرهم نتوما معايا. سيده لبسات يلا زيدي اريدك، سيده لبسات جابها موراها هي هابطه عنده ومبطه له سعيد، ومن بعد فين تديها سعيد؟ دارنا قولوا يديها للدار، يلا فين غتمشي عند من ماشيه؟ عند من ماشيه بنتي؟ الينا عند من ماشيه، شوفي فيا بعدا اجي بوسيني بعدا، مشي غتمشي ما بغيتش تجلسي شافت الخروج، يلا بوسيني وسير يلا يلا صافي غير سيري ويلي 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 باي إلينا إلينا يلا ديري لي بيزو ديري لي بيزو ديري بيزو ماما فرح لي بيزو ما ديريش بيزو بو حليه بو بيبرون زعما بو يا بيبرون، شوف راسك داتو ماما نشوف واش نشف لي هذا، ها هو حميد كيصوني مهم ها انت سد الساك هادي الاخر يلا باي باي، درت لها فيه الحليب درت لها ليكوش عطيتك الهيا البيبرون صافي، يلا إلينا اقرا عاد الماء قول باي شي اقرا عاد الماء صافي باي باي بيزو ديري لي باي باي ديري لي باي باي الينا خدي بنتي اول مره تشي بعيد عليا باي باي اسمعي الينا باي باي ديري باي 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 المهم غزالات ديالي صيفطت الينا جا موراها باها وداكشي يمكن هاد يومين ما شافهاش يومين واقيلا واه يومين والبارح واه جوج ليلات ماشي يومين جوج ليلات، المهم من والبارح في العشيه صافي ما شافهاش وديك الشيء جا دابا تحشها كندوزها له ابل فيديو كيصوني عليا داك الغضبه فهمت داك الغضبه ديال انا غضبانه وهو غضبان وغضبان حيت انا درت اللايف وانا غضبانه حيت هرسني الباب، وبغيت نقول لكم هو انه
حتى شي دار ما كيخطيوها ما كيخطاوها المشاكل. بزاف ديال البنات اللي صيفطوا لي كيقولوا لي منى يعني علاش مسحتي اللايف خليه، والفيديو علاش مسحتيه خليه. شوفوا البنات نقول لكم واحد الحاجه، انا ديك العقل اللي كان عندي شحال هادي ماشي هو دابا. شو كنت كنقول؟ كنقول نفرغ داكشي اللي عندي في الخاطر ديالي في قلبي على البنات، على الناس، على العائله ديالي الثانيه، نفرغ كلشي، نعاود لهم كلشي، اي حاجه ضراتني نجلس نعاودها. ولكن منين ولدت البنات الينا وليت كنفكر اني اي كلمه خرجتها راه غادي تبقى مسجله عليا مدى الحياه، حتى انا الا مسحتها راه الناس ما غيرحموكش، ما عمرهم ما غيمسحوها، ونهار اللي غتكبر بنتي وغتدخل حتى هي بحالها بحال قريناتها يقراو، يقدروا حتى داك العائله ديال داك يعني داك الوليدات يكونوا كيتفرجوا فيا، وداك الوليدات كيتفرجوا مع ماماتهم ويشوفوني انا كدبز انا وباها في يوتيوب، ولا انا كنعاير باها ولا باها كيعايرني، ويجيو يقولوا واخا حنا نتصالحوا غيبقى مسجل داك الشيء، يقولوا له باكم كانوا كيدابزوا وباكم ما كانوا. انا الحمد لله ما قلت حتى تطفى ديك داكشي اللي كان، داك المشاكل اللي كانوا، ديك الغوات، داكشي اي حاجه في هذه الدنيا دابا انا كنفكر فيها بنتي، اي حاجه في هذه الدنيا نقدر نسمح في الاحاسيس ديالي، نقدر نسمح في قلبي، نقدر نسمح في حياتي، نقدر نسمح في كل شيء على بنتي انا، حيت كلمه ديال ماما كتخلي لواحد ما شوفوا، راه الامهات اللي عندهم الوليدات واللي عندهم الكبده هما اللي غادي يحسوا بداك الكلمه هذيك. راه عمري في حياتي كنت كيحسبت لي غنولي نضرب الحساب لشي حاجه، حتى وليت كنضرب الحساب لبنتي، ما كنت كنضرب الحساب لحتى شي حاجه انا في حياتي، انا كنت كندير اللي كيقول لي عقلي كنديرو، وماشي مشكل العواقب كيفاش غيكونوا. ولكن دابا الا دابا انا وليت كنفكر ببنتي، اكثر حاجه وليت كنفكر فيها راه هي بنتي، كنقول غادي نهضر وغادي نقول وغنعاود وغنخوي قلبي داكشي، علاش انفوت كملت اللايف ساليتو في ديك اللحظه ديال الغضب، واحد اللحظه ديال الانفجار، واحد اللحظه اللي كتبقاي تقولي اللي كاين واللي ما كاينش، كتحاولي غير تخوي قلبك، كتحاولي غير تفرغي داك الاعصاب اللي عندك. انا مريضه بالاعصاب، يعني انا كنشرب الدواء ديال الاعصاب، حميد مريض بالسكر، ما غاديش نتفاهموا، ما غاديش يعني ضروري غيكونوا مشاكل وغيكونوا عندنا صراعات بزاف في الدار، راه ماشي غير هذيك المره، ديك المره ما فهمتش انا الحاجه اللي ما عجبتنيش هي الباب، صافي منين شفت الباب هكاك تعصبت وبديت كنغوت. ما انا ما مولفه دائما كندابز وكنتناقر وكنتعاير وكنغوت في الدار، ولكن ما عمري ما كنخرج ما درت هذا اللايف حتى البارح. والبارح تصدمت راه منين ساليت اللايف عاد توقفت، شفت بنتي ماما كتقول لي ماما ماما، وانا نمسح في البلاصه ما خليتوش، ما بغيتش بنتي تشوف داك الشيء، وما بغيتش نتاجر بحياتي، ما بغيتش نتاجر بالمشاكل ديالي داكشي، علاش هاد يومين وانا حابسه ما كنحط لكم حتى شي فيديو، حيت انا كنفكر انه من هنا لقدام راه الفلوس غتسالى، غادي ندير المشاكل ونطلع القناه ونبقى كنهضر وكندابز وكنغوت وهو يسب وانا نسب، ومنها حنا مدابزين، منها حنا مدخلين صريف، منها حنا غنتصالحوا. ولكن لا، راه ما بقيتش كنفكر بديك الطريقه، انا كنفكر دابا انه بنتي كيفاش غادي تعيش من هنا المستقبل، انا وباها دابزنا تناقرنا غوتنا تعايرنا تفارقنا كاع، ولكن كتبقى واحد العلاقه زوينه، كتبقى واحد العلاقه اللي فيها الاحترام، اهم حاجه هو الاحترام، فما نخليوش الاعصاب ديالنا. انا نقول لكم الحاجه الوحيده اللي انا المشكل اللي واقع لي بيني وبين حميد، اللي هو انا من النوع اللي عندي واحد الشخصيه قويه، عندي واحد الكاريزما قويه، وكنفكر لبعيد. حميد لا، حميد بحال اللي ما كيبغيش داك الشخصيه اللي عندي انا، تالمو شخصيتي قويه وقاصحه، وماشي قاصحه زعما في التعامل ديالي لا، قويه، عندي واحد الكلام خصني كلمتي تكون، ما عرفتش انا هذا واش مرض ولا ما فاهمهش. المهم انا كنخوي لكم داكشي اللي كاين، انا كنحس براسي ان عندي واحد الشخصيه اللي انا ما كنبغيش كلمتي كي كنقولوا حنا طيح الارض، خصني كلمتي هي اللي تكون، حيت عارفه ديك الشيء اللي كنقول انا هو اللي صحيح. ومثلا كنقول لحميد ديك الحاجه راه غالطه، وكيقول لي لا راه ما غالطاش، كنقول له راه غالطه لا ما غالطاش، فكتصدق فعلا غالطه، كنوضو كندابزو كنشعلو كنقول له كنت ديتي كلمتي كنت ديتي رايي هادي، كنوضو كندابزو. فداك الشيء علاش انا ما يعني انا ويا هاد الشيء الحاجه الوحيده اللي هو كيقول لك انت يا باغيه ديريني تحت الصباط، انا عاوتاني كنقول له انت باغي ديرني تحت الصباط، يعني ملي ما كتسمعليش كلمتي راه اذا باغي تطيحني وباغي دير لي وتبقى تقول. ما عرفتش شنو هذا اللي عندي انا بالضبط، والله ما عرفتو لحد الان، انا ما عارفه شنو هو بالضبط اللي عندي. يمكن تكبرت في واحد المحيط اللي كنت كنشوف، مثلا انا اصلا كنت دائما كنتفرج الافلام، كنتفرج افلام العنف ضد النساء، كنتفرج شي حوايج يمكن هما انا مصغري وانا كنتفرج لذاك الشيء، يمكن هما
اللي خلاوني وداروا لي واحد الشخصيه، لانني ما كنبغيش الراجل يكون متسلط، كنبغي التفاهم، كنبغي يفهمني نفهمك. نقول لك انا واحد الكلمه تخدها، تقول لي انت واحد الكلمه ناخذها، هكا انا عندي واحد الشخصيه واحد. قلت لك صافي بسلامه بسلامه، خصك انت تجي ترغبني ماشي انا نرغبك، ما عرفتش انا هكا دايره. نتوما حللوني، الناس اللي كيفهموا يقولوا لي. تقدر تكون بالنسبه لكم انانيه، تقدر تكون بالنسبه لكم حب التملك، يقدر يكون بالنسبه لكم تسلط، يقدر. ولكن انا بالنسبه ليا راه نتوما ما عارفين شنو اللي وقع لي وشنو اللي داز عليا. داكشي علاش انا وليت هكا، داكشي علاش انا مرت. شي حوايج دازو في الصغر اللي خلاوني مرسخين اللي في قلبي انني انا خصني نكون قوى من الراجل. بعض المرات كنبقى كنقول انا راني مريضه، انا راه عندي شي مرض، وشويه كنقول الا راه هكا خصنا نكونوا. لا ما كناش هكا راه صافي غنطيحوا براسنا، راه حنا غنطيحوا. المهم هذا الشيء اللي واقع لنا، هذا هو المشاكل اللي كيوقعوا لنا. يعني ما كاينش شي حاجه، ما صافي هذا اللي كاين. ما انا ما كيبغيت لكم، ما بغيتش انني في يوتيوب يعني نبقى ندابز معاه ولا، حيت حنا في الاخر في التالي كاع يقدر نتصالحوا. ماشي غيقدر، راه غنتصالحوا، راه غنتصالحوا ولا غنتفارقوا. يعني هي هذه غنتصالحوا يا غنتفارقوا، هذه هي الحياه. ولكن الا جيت انا وبقيت كنقول لكم انا درت ودرنا وفعلنا وتركنا ودابزنا وعايرني وعايرتو وسبني وسبتو، راه هو ما راه كان كيسبني في لي زوديو، ولكن انا ما غاديش نجي ونبقى نسمعكم كي درت الاغلاط اللي فاتوا. لا لحقاش هو راه مريض وانا مريضه، انا راه كنسبو هو كيسبني، هكا دايرين حنا، راه حنا عايشين بحال شي جوج حماق في الدار. يعني شوف ماشي غير انا، راه غتلقى بزاف، غتلقى واحد الفئه كبيره من البنات اللي دابا غيكتبوا لي في لي كومونتير حتى انا وراجلي، ولا حتى انا ولا حتى بابا وماما، ولا حتى خويا ومرات، ولا ضروري غتكونوا شتو هاد الشيء اللي راه واقع لنا، غتكونوا شتو في شي عائله. يعني انا عندي بنيتها البنات، نتوما عارفاكم كاينين بزاف اللي كيقولوا لي منى بارطاجي معنا، حنا غتخوي قلبك علينا. غنخوي قلبي عليكم، ولكن واحد الكميه اللي فيها مثلا نقول واحد الربع ديال الناس ما غاديش يكونوا باغيين نخوي عليهم قلبي، وانما غيكونوا كيتشفاو، غيكونوا عجبهم الحال، ولا غيقول لك بالتالي غادي يبقاو يسجلوا لي فيديو ويحطوهم ديشان اخرى. وانا اختي بنتي راه غتكبر، وانا عندي اختي بنتي، وانا بنتي بغيت نكبرها في واحد البيئه سليمه، وهذا هو الحاجه اللي كتخليني انا وحميد ديما كندابزو. كنقول له مثلا حميد كينوض كيقول لي كيسب مثلا، ولا يكون كيهضر في التليفون يقول والله عندي امك صفر الله العالي العظيم، وهاد الكلمه هادي ما كتعجبنيش. كنقول له حميد راه عندنا بنيته خصنا نكبروها في واحد المحيط اللي زوين، هاد الكلام هذا ديال استغفر الله الدين وداك الشيء لا ما خصناش نجبدوه. كنوضو كندبس كيقول لي شنو عندك تعرفي، فهمتوا هذا هو المشكل. فعادي جدا كيوقع هاد الشيء ما بين اي جوج كيوقعوا، غير ليسونسيال ما نعايرو ما يعايرني، حيت فينالمون نقدروا نتصالحوا ولا نقدروا نتفارقوا. الا تصالحنا راه غنتصالحوا ولاد الناس، حيت حنا راه ما كاين حتى شي حاجه. دابا هو غضبان وانا غضبانه، صافي ما كاين والو. هذا ما كان الغزالات ديالي، تهلاو لي فراسكم، وكنحمق عليكم وكنتسطى عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. لي انا حياتي كيف ما كانت، سواء انا راه مات لي جداتي ومات لي خالي اللي هما احسن حاجه عندي في الكون، وما مرضتش، تفقص واحد الشهر شهر ونص شهرين شهور، الكيه ديالهم كتبقى هنايا، ولكن حياتي ما غنحبسهاش. يعني ماتوا لي اعز حاجه عندي وحياتي ما غنحبسهاش، حرك عاد شي حاجه ما هياش. المهم تهلاو لي فراسكم، ونتلاقاو فيديو جديد. باي باي عليكم، وخليكم دائما ايجابيين. باي باي.